والشكر له على ما أنعم علينا وأزدادنا من نعمه وإكرامه وفضله وجوده وكرمه بعد هذا الإغلاق الذي كان في مصلحة المجتمع وكان في مصلحة الدولة وكان في مصلحة الإنسانية، ولكن ولله الحمد حينما ارتفعت عنا هذه الأمور الطارئة رجعنا إلى مساجدنا وإلى صلواتنا وإلى دعواتنا وإلى ما أراد الله منا ولله الحمد. الحمد لله الذي تمكنا من أداء صلاة العيد في المساجد بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، التي نرجو من الله العلي القدير أن يرحم أصدقائنا وإخواننا الذين قضوا بسبب هذا المرض، وأن يحفظ بلادنا من الزلازل والزوابع والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. واللهم لك الحمد اللي تمكنا من أداء الصلاة في المساجد، وباب الحيطة والحذر لا بد منه، خذوا حذركم. الإنسان يحاول ما يعدل شيء والله يمشي المسائل اللي تقد تأذي ناس ثانيين. بعد سنتين من الحجر الحمد لله اليوم في جو فيه نوع من التخشع، اللي فيه نوع من الشوق حقيقة لبيوت الله والمساجد. أدينا الحمد لله شهر رمضان بكامله على أحسن وجه، يعني لا في الصلاة الفريضة أو في القيام، وتوجت كذلك بصلاة العيد التي كانت من داخل المساجد. الحمد لله هذا يبشر على أن هذا الوباء الحمد لله اجتزناه بصفة طيبة وحسنة. بالمناسبة نترحموا على اللي كان ضحية هذا الوباء، ونطلبوا كذلك بطول العمر لجميع المسلمين أينما كانوا في بقاع هذه الدنيا. وعيدكم مبارك سعيد.